صباح الخير يا وجوه الخير، صباح الخير والربح، صباح التيسير، صباح كل حاجة زوينة. صباح الخير عليكم اخوتي وخواتاتي والميمات الغاليات، شكرا لكم بزاف بزاف على المشاهدة، وكنتمنى تشجيع منكم. الله يجازيكم بخير والبارتاج فضلا وليس امرا. انت يا لاله صباح حالك يا اختي، على البتي بان وشوكولا وعلى الشنيك يا اختي، وعلى القرص وعلى المسمن وعلى الحلويات. وانتوما البنات علاش كنضربوا تماره السيمانه كامله باش كيجي واحد النهار كيكون عندنا كل شيء موجود، يعني كنوعوا الطبيله ديالنا كيف ما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله. راكم عارفين يعني لا دزتو قبل هذا الفيديو هذا تلقاني درت لكم، يعني درت واحد النهار السبت والحد كندير فيه هذا المسمن، كندير الحلوه، كندير القرص، كندير بتيبان، باش هكذا مين كنحتاجو كنجبد غير كنسخن. دابا انا هاد بتيبان راه غير سخنتو، انتما شتو بحال يلاه كي طيبناه. ويا اختي وجدت واحد بريداتي انا وبنياتي ومولا داري، ايوا نفطرو مع راساتنا. ايوا المهم اليوم يا اختي غير ديال الشهيوات، بناتي تشهاو عليا وانا ما عليا غير نفد، هادشي اللي كاين اليوم. ما فششتهم اليوم الحد، فششتهم فهمت لهم داكشي اللي بغا. ايوا هادشي اللي كاين البنات، فطروا ان شاء الله باذن الله. والغدا ان شاء الله غادي ندير لهم، غادي ندير لهم غير واحد الكغاتان ديال الدنجال، هادشي اللي كاين البنات. ايوا من بعد ما فطرنا يا البنات غسلنا المعينات وجمعنا، دابا دزنا المعقول، دزنا الغدا. كيف ما قلت لكم غادي ندير لهم داك بطوات ديال الدنجال. البنات اللي بغات هاد الوصفه اقسم لك يمينا حتى كتجي واحد الوصفه كتجي فنه. المهم راه عندي في القناه اللي بغاها مرحبا والف مرحبا به، كتبوا البطوات ديال الدنجال وغادي تطلع لكم شهيوات ام مريم، غتطلع لكم اختي وديريها لوليداتك فرحيهم بها كتجي فنه. المهم كيف ما كتشوفوا انا راه عندي داكشي، يعني درت ما بديتش معكم من الاول حيت راني ديجا دايرها في القناه، غير انا غير بغيت ندير معكم لقطات من الفطور ديالي وغدايا ونهاري كيف ما داز وصافي البنات. المهم هنا راه عندي لاصوص ديال المطيشه، طيبتها غير بوريقات سيدنا موسى وشويه ديال الملحه وزويته بلديه وطحنتها في الهاشوار اختي واستفتها في الطاوه ديالي. بالنسبه لذاك الدنجال البنات، المهم انا كنقاد وكنهضر معاكم. بالنسبه لبنات الدنجال راني خويت القلب ديالو وشحرته مرميته وشحرته هو والكفته والعطريه وداكشي به باش غادي نعمر داك، يعني باش غنعمر هاد الدنجال. شتي البنات كتجي والله العظيم ما تشبعوا منها، كتجي فنه، كتجي غزاله هاد الدنجال. عرفتي كيجي معلك، كيجي واعر، كيجي. المهم دابا كيف ما شفتوا استفت الدنجال ديالي وغادي نرش عليهم شويه ديال الملحه باش ما يجينيش مسوس كيف ما كتشوفوا. المهم انا تا يعني كنخوي وكنغسل، درتو شويه ديال الحامض باش ما كحليش بزاف، هكاك راه بدات فيه كحوليه. المهم العماره راه عندي مقاده ناضيه، غنزيد عليها واحد شويه ديال الفروماج باش كتجي داك التعليكه، كتجي زوينه، كتجي كيجي داك العماره مي كتعض كتحسي بها معلكه، يعني الفرماج كاين في الداخل ماشي غير فوق. واخا غندير الفرماج فوق ولاني ضروري غادي الفرماج يكون لداخل. هانتوما كيف ما شفتوا غادي نخلط داكشي وغادي نبدا نعمر اختي داك البطوات ديالي. يلا البنات اللي بغات تحرق معايا تجي. يلا ركبوا في البطوات يلا. والله الا انا راني كرمونطيه البنات وتشهيتهم. المهم دابا غادي نعمرهم كاملين وغادي نرش عليهم الفرماج وغندخلهم للفران ان شاء الله باذن الله. يعني كون ما درتو لهم فرماج البنات كيجيو زوينين. فرماج ايدام يعني داك ماركه زوينه، يعني كتجيب داك نسما كيجي زوين وكيجي. وما عندهاش دير موتزاريلا حتى هي ماشي مشكل، غير هو الفرماج الاحمر كيعطي شويه البنه، ما نكذبوش يا الله البنه اختي كتجي البنه في الفرماج الاحمر. هانتوما البنات راني عمرته كامل، هانتوما يعني درت القياس، داك القياس ديال داك الدنجال اللي عندي جاني عمرني العماره نيشان صافي. وغادي نرش اختي الفرماج فوق منه كيف ما قلت لك، اللي عندها الفرماج تهورها يا اختي، هوريها هوريها. ايوا هادشي اللي كاين البنات، وغادي نتغداو ان شاء الله باذن الله. والبنات غادي نشارك معكم واحد الطريقه انا كنديرها للترقاد ديال الزيتون وديال اي حاجه عندي. المهم اليوم غادي نرقد معكم واحد شويه ديال الخيزو ان شاء الله مر الغدا ان شاء الله، يعني حتى نوض في العشيه ماشي مشكل. عندي خيزو داكشي كنت لقيتو رخيص وشريتو،
ايوا قلت نرقدوا معاكم ان شاء الله باذن الله، وهانتوما معايا البنات حتى لاخر فيديو. وما تنساوناش الله يجازيكم بخير، من اختي ديري لايك، اختي ما خاسره والو، وطيع على داك الصبيع اختي، وطيع على داك الصبيع، الله يجازيك بخير، الله يحفظ لك الصبيع ديالك، واش بقيتي وطايري على الصبيعه، الله يحفظك. هادشي اللي كاين اختي، اختي تهلاي فيا، تهلاي تهلاي في اختك ام مريم، تهلاي في ام مريم. ايه ما تنساوش، ما تنساوش البنات، كاينه شحال من وحده قالت لي ما بقاتش كتطلع لي القناه ديالك. البنات يمكن راه غير يعني وطاو على داك شنو كيقولوا لها، وطاو على داك الجرس وعاودوا فعلوه، يعني غير وطاو عاودوا فعلوه، يعني كيولي يطلع لكم كل جديد. وانتم شوفوا البنات كي جات الطاوه، جات كتحمق، جات معلكه، فنه فنه جات. ايوا المهم كنتمنى البنات شي شنقول لكم، نتعيا جيت ديالكم نوجد حبيبه معكم اختي، شكرا خيزو ان ليكم. شاء الله مرقد نكملو. المهم كان شي هادي البنات خرجت سخرت وداكشي، المهم لقيت خيزو رخيص، لقيتو غير بدرهم جبتو، ها هو والله الا غير بدرهم صغيور جبت هذا. هذا غادي نرقدو مع الحامض، كيعجبني داك خيزو مرقد. دابا غنبقى المهم انا غادي نبدا بخيزو ان شاء الله، والخضره اللي جبتها وكتبقى ليا يعني مكور شي فلور خيار فكوس شنقول لكم اللوبيا شعره اي حاجه الخضره كتبقى لكم. الدنجال رقدوه كيجي رائع، كيجي البنات كيجي داك محمد هكا تحطوه مع العدس مع اللوبيا مع مريقه مع اي حاجه. المهم دابا انا عندي غير خيزو حاليا، دابا عندي واجد غير خيزو هو اللي غادي نبدا به، ومي غنتقداو تبقى شي حاجه وخا دابا. المهم انا غادي نوريكم الطريقه ان شاء الله. الله نحيد هذا، وهذا هو حتى هو وصلتو، هذا كبير درت له الملح والماء، غنسلقو هذا غادي ندير به مقبلات، هذو كيجي زوين كيعجبني المقبلات هكا. المهم في الدرك ما عارفين ضروري نستافدو منه، المهم نسد على الكوكوت ونرجع معكم. المهم البنات كيف ما كتشوفوا انا غنطيل هذا داكشي، ديت انا صطيل كبير شويه يعني باش يهز لي الكميه ديال الخضره اللي غادي ندير فيه، يعني كل مره غادي ندير حاجه. دابا ماشي حيت عندي ماشي ضروري تكون كل شيء موفر ودير كل شيء بدقه واحده، لا دابا غنبدا غير بخيزو ان شاء الله. والاول هانتوما يعني ما غادي راه نقيقي مغسول ناضي، غادي غير ندير له بحال هكذا البنات بحال هكذا، شوف نقطعو غير بحال هكذا، نقطعو كامل. وكيف ما قلت لكم اي خضره ديروا لها هكذا اي خضره. انا المهم غادي ندير هنا الخضره اللي بانت ليا اللي بان ليا غادي ندير هنايا، فكوز خيار شي فلور مكور الدنجال عرفتي بنات اللوبيا شعره عرفتي كيجي هاد الزيتون، بغيتو ديروا معاه حتى الزيتون ديروا معاه الزيتون عرفتي كيجي واحد 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 هاد الخضره مخلله كتجي غزاله كتجي. انا ديما ما كتخطانيش ديما كنديرها ديما بصراحه الله. والده ديالي عاوتاني الله يخليها لي كدير واحد الفلفله مرقده ان شاء الله باذن الله، اذا دارتها هاد المره ان شاء الله غادي نشاركها معكم، كتجيها غزاله كتجي يعني هاد الشيء مخلل كيجي زوين. اش كدير انت دوزتي ديك الثلاجه دوزتي هذا الخيزو زعما راه زوين ماشي راه موسكه يعني ماشي شي حاجه يعني شارف ولا. من غادي نقطعو كامل ان شاء الله بحال هكذا ونرجع معكم. ها انتم البنات ها هو الخيزو ديالنا من بعد ما قطعناه، المهم قطعوه كيف ما بغيتو، انا قطعته هكذا انا عاد بقى نلعب معاه نديرو صغير قطعوه كبير كيف ما بغيتو. المهم غادي ندير معاه الحامض، بالنسبه للحامض راني غسلته مزيان كيف تشوفوا، غادي شفتو غادي نعصر هنايا والله يا ربي كنت غنبحس بعيب الموس. غير ديروا الحامض ما تخافوش من الحامض البنات، ذبحت صبعي البنات ولا ذبحتو شي مشكل كاينش الدم. المهم هانتوما كيف ما كتشوفوا نتوما كتعصروا نتوما كتقطعوا الحامض حتى هو كنت لقيتو غير بجوج دراهم، جبت منه جوج كيلو ونص ما بقاليش، كندير بيه العصير في هذا الحال سخون كندير فيه العصير. المهم البنات غادي نبقى ان شاء الله كل ما نجيب شي حاجه ما غنحط لكم هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله حتى يكمل،
يعني تنكمل لكم جميع هاد الخضروات ان شاء الله اللي غادي ندير، وغنوري لكم غادي يوجد ان شاء الله، وغتجربوه وتشكروني عليه ان شاء الله. انتم البنات انتم شفتوا الحامض، كاع ما تخافوا الحامض شحال ما درتو ما تخافوش. وغادي نديروا الملح البنات، الملح البنات عرفتوا الملح شنو غادي ديروا الا بغيتوا يعني هاد المخللات ديالكم ما يضيعوكمش، الملحه غادي ديروا بحال ديال البحر، يعني الملحه ديال البحر تماما، الملوحه ديال البحر هي اللي غادي ديروها. يعني غتاخذوا، انا بالنسبه لي انا عارفه القياس ديال داكشي، كندير عيني ميزاني انا عارفه القياس ديالي، زعما يعني بالنسبه لكم نتوما غادي ديروا الماء ديال البحر نيشان المذاق ديال الماء ديال البحر، هذاك الشيء غديروا الملحه قياس الملحه لصقت الملحه لصقت في القرعه حيت لا بغات تحيد. المهم غادي نديرها ان شاء الله باذن الله صافي، وانتم البنات غادي نديروا الماء، غادي نغطيو على هذا الشيء كما كتشوفوا، يعني غناخذوا الماء كافي اللي غادي يغطي لنا. المهم غادي نغطي انا على السطل بالماء، يعني باش كون ما نزيد الخضيره، يعني ما غادي نزيد لا ملح لا ما غنبقى نزيد غير الخضيره هي اللي غنبقى نزيد. هانتوما كما كتشوفوا البنات ها هو دابا خيزو ديالنا ان شاء الله يكون واجد. شوف البنات والله العلي عادي مشي هذا يومين ثلاث ايام يوجد، يومين ثلاث ايام كيوجد كيجي غزال كيجي صافي. غادي نسد عليه ان شاء الله باذن الله المغطيه ديالو، ونحطو هكذا حدايا فوق البوطاجي ولا حطو تحت البوطاجي، كل ما تكون عندكم شي خضيره حطو، كل ما تكون عندكم شي خضيره حطو صافي، وقت يوجد ان شاء الله ونرجع معكم. هانتوما البنات ها هو داك الخيزو ديالنا من بعد ما وجد، شفتو كي كيولي داير. هانتوما انا كندير فوق منو زويته هكا بلديه باش كان باش كيبقى ما كيغمل ما والو. هانتوما شتو هانتوما غزالها الزيت راه كيبقى الفوق وداك الشيء كيبقى. ها هو فاش وجد شتو ها هو وجد الزيتون ديالنا، عرفت هذا خيزو كيجي غزال كيجي محمد فن، هذا يصلح مع القطنية مع كلشي بسم الله. جا واعر جا البنات والله إلا جا واعر، عرفتي محمد كيحماقو عليه البنات أنا ديالي كيموتو عليه. المهم هذيك الطريقة هذي ديروها الزيتون، راه تا الزيتون كان عندي راه مبقاش، ديروها الزيتون ديروها ال يعني انا هاد الحامض اللي غيبقى هنا، يعني اي خضره شاط ليا كندير فيها اي خضره. دابا حاليا باقا ما شاط لا خضره لا والو، يعني كاين حد قدو، يعني الدنجال قرعه خيزو المكور الشيفلور اي حاجه بغيتوها اللوبيا خضره كلشي كيجي زوين البنات وحق الله العظيم. جربوه وان شاء الله وتشكروني عليها ان شاء الله باذن الله. ساهله غير الحامض والماء وشويه الزويته بلديه من الفوق، الله يخلف ويجعل البركه، وهما الحمضيات ديالكم واجدين. هادشي محمد كيجي واعر، كيجي هكا مع القطنيه مع العدس واللوبيا الفول اي حاجه كيجي، كيجي حتى مع الطويجنات كيجي مع كلشي. المهم هذا هو خيزو ديالنا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. انا عطيتكم غير فكره وانتم يعني ديروا اللي بغيتوا في الخضر ديالكم واللي كتبغيوها، ونهاركم مبروك وشكرا لكم. ما تنساوناش ملي لايك لي لايك البنات وبارطاج، الله يجازيكم بخير باش هاد القناه ديالي تكبر ان شاء الله وتبان للناس ونكونوا مفيدين ومستفيدين ان شاء الله للجميع. ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.